بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على تطبيق جديد من الجروب بوليسي. هنتكلم ازاي اعمل كونفيجريشن للكروم عن طريق الجروب بوليسي. دي بتوفر عليا وقت كتير قوي في الكونفيجريشن يا جماعه، وبتساعدني كتير. عن طريقها ممكن احط بوك مارك لليوزر تبقى موجوده عنده متخزنه، عن طريقها ممكن اقفل يو ار ال معين ما يفتحش مجموعه يو ار ال، ما تفتحش عند اليوزر ده، او العكس انها تفتح حاجات معينه. اقدر اتحكم انها اليوزر ده الهيستوري بتاعه يتمسح ولا لا، الريموت اكسس على كروم يشتغل ولا لا، الاكستنشن اللي تنزل عند اليوزر ايه وانا سامح له بيها ولا لا. كل اللي تقدر تعمله على كروم على جهازك تقدر تعمله عن طريق جروب بوليسي وتطبقه على او يو اللي انت عايزها. اول حاجه هعملها هدخل انزل التمبلت بتاعتنا زي ما احنا شفنا فيديو قبل كده بتاع الفايرفوكس. بخش اعمل داونلود بوليسي تمبلت، تمام، وازود الكلمه اللي انا عايزها اللي هي مثلا فور كروم. خلي بالي ان انا لو دخلت دلوقتي هيطلع لي ايه يا جماعه، هيطلع لي الاثنين كروم، كروم العاديه بتاعتنا جوجل كروم، وهيطلع لي بتاعت كروميوم كمان بتاعت الويندوز 10، تمام. فعلى حسب ما انت عايز، اللي اقدر حسب ما انت شغال عندك اليوزر شغالين بايه هبدا اشتغل بتاعي. دي كده التمبلت بتاعت كروميوم للعلم بس. بخش انزلها بالطريقه دي، دخلت على اللينك بتاعها، هنخش نعمل داونلود لها. هتبدا تنزل عندي على الجهاز بتاعي، ملف وينزيب او انرار طبعا مضغوط، ابدا افكه واخده كوبي وبيست زي ما هنشوف لما نيجي نشتغل على كروم دلوقتي. انا طبعا داخل مش اللي انا بشرحه دلوقتي، مش هشرح على كروميوم، انا هشرح على جوجل كروم، تمام. ونفس الفكره بتاعت الفايرفوكس هي نفس الفكره بتاعت الكروم، هتبقى هي نفس الفكره بتاعت كروميوم. ان انا بخش اعمل داونلود، افك الملف المضغوط بتاعي، اخد الملف بتاع الاي دي ام بتاعي او اي دي ام اكس بتاعي، واحطه كوبي وبيست في التمبلت بتاعت الاكتف دايركتري بتاعت الجروب بوليسي عشان ابدا اشتغل عليها. هرجع دلوقتي اهو ابدا اشتغل على كروم، هبدا انزل الفايل بتاعي. هيسالني انت عايز هتنزله بتاع ايه، بتاع ويندوز ولا بتاع ماك ولا بتاع لينكس؟ انا عايز الويندوز طبعا. هبدا اهو انزل الحزمه، طبعا عربي او انجليزي مش هتفرق معايا. هيبدا ينزله عندي وهياخد الوقت بتاعه، تمام. وطبعا هعطيك هنا كمان ازاي تنزله على الجهاز عندك، تمام. بيسالك طبعا انت عايز انه نسخه بتاعت الويندوز اللي عندك. انا طبعا عشان بشتغل 64 فبدات اشتغل 64 واسيبه ينزل، هم حوالي حاجه و90 ميجا، هسيبه ينزلهم ايه وخلاص. اول ما ينزل هبدا افك، اروح على المكان بتاعي اللي انا نزلت فيه وابدا افك الضغط بتاعي. اهو ادي الملف المضغوط بتاعي اهو. هوريكم الاول ان جروب بوليسي اللي عندي اهي ما فيهاش الكروم، ما فيهاش الكونفيجريشن بتاعت الكروم. هخش على اي جروب بوليسي انا عاملها قبل كده، هعملها ايديت. بصوا كده هنلاقي ان جوه اليوزر بوليسي هنلاقي الادمنستريتيف، هنلاقي الموزيلا اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، ومش هنلاقي اي حاجه لها علاقه بالجوجل عام بتاعي. هنزل الجروب بوليسي تحت، هبدا افك الفايل بقى بتاعي اكستراكت. وزي ما احنا شفنا في الفيديو قبل كده ان من ضمن الملف اللي بينزل الحاجات اللي جواها الام اس اي لو انت عايز تعمل ديبلوي عن طريق جروب بوليسي ليها. هفتح الكونفيجريشن بتاعتي، هنلاقي جواها اهي الاي دي ام والاي دي ام اكس. انا هاخد الداتا اللي جواها ايه كوبي، اي دي ام اكس هاخدها كلها كوبي، واروح على الفولدر بتاع الويندوز. هنلاقي التمبلت بتاعتي موجوده، هي بوليسي ديفينيشن اهي، روح عامل بيست جوه مش اكتر من كده. كده خلاص لو رجعت على جروب بوليسي دلوقتي هبدا اعمل بقى جروب بوليسي جديده نيو اهي، وهنكتب الاسم اللي بيعبر عنها.
لما نعملها ايديت بقى، بصوا يا جماعه هتلاقوا ايه اللي ظهر عندي. لو دخلنا على اليوزر ادمنستريتيفز هنلاقي عندي جوجل ظهرت، وهنلاقي عندي اتنين ظهروا يا جماعه شايفينهم، واحده خاصه بالباسورد تمام، والتانية خاصة بالكونفيجريشن اللي انا هعملها دلوقتي. وخلي بالك هو قاعد لي اتنين، في واحدة ديفولت وواحدة جوجل كروم. بيقول لك الديفولت دي زي ما هنشوف ممكن اليوزر يعمل اوفر رايد عليها، فانا هشتغل على جوجل كروم عادي. هتلاقي فيها كل الكونفيجريشن بتاعتكم، شايفين يا جماعة كل الكونفيجريشن اللي ممكن تعملها على الجهاز العادي بتاعك في البيت هتلاقي موجودة هنا، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. الاكستنشن، الاوثنتيكيشن، البراوزر سبورت، الباسورد مانجر، هسمح لليوزر يسيف الباسورد على الجهاز ولا لا، بتاعت السايت، الستارت اب، الهوم بيج بتاعتنا، التابات، اهي مثلا الستارت اب يفتح ايه، النيو تاب يفتح ايه، ادي الهوم بيج مثلا هقول له اللي هي موسلي اكاديمي دوت كوم. اقول له اوكي طبعا، يبقى كده غيرت الهوم بيج، راح تظهر عند اليوزر كلهم اللي عندي في الدومين. لما في الستارت اب لما يفتح الجوجل كروم ايه اللي يظهر له؟ ليست يو ار ال ولا نيو تاب ولا السيشن اخر حاجه كان فاتحها، اهي مثلا كده قلت له ستور، يبقى اخر حاجه فاتحها هي اللي هتظهر معاه. مجموعه اوبشن كتيره قوي يا جماعه، مجموعه اوبشن كتيره قوي قوي، تقدر تتحكم في اليوزر زي ما انت عايز. ودي فائده الدومين طبعا، البرينتنج، الخصائص بتاعت البرينتنج بتاعته، ديسيبل برينت بريفيو، امنع برينت بريفيو بتاعه، مثلا من ضمن الحاجات المهمه الريموت اكسس. انا مش عايز اليوزر بتاعي يقدر يبعت حاجه عن طريق الريموت بتاع عن طريق بتاع جوجل. طبعا انتوا عارفين ان جوجل دلوقتي سبورت ريموت اكسس تمام، فانا عملت له ديسيبل عشان ما فيش داتا تطلع من جوه المكان. هتلاقي كل الكونفيجريشن اللي انت عايزها، اي حاجه بتفكر فيها ليها علاقه بكروم بتعملها، اللي انت محتاجه في الشغل كله بتعمله. ادي الاكستنشن اللي عندي، ايه مجموعه الاكستنشن اللي اسمح لليوزر ينزلها مثلا، ده مدود لا، الكلام ده كله. يقدر يمسح الهيستوري ولا لا؟ تمام، انيبل، لو قلت له طبعا ديسيبل ليها خلاص مش هيقدر يمسح الهيستوري بتاعه. السيرش ديفولت سيرش ايه بتاع الكروم، الايقونه بتاعتها تظهر ولا لا، حسب ما انت عايز كل اللي انت محتاجه. طبعا دي كلها اون اوف ما عدا انيبل وديسيبل، يعني ما عدا زي ما احنا هنشوف الحته الغلسه اللي احنا هنعملها ازاي اضيف البوك مارك لليوزر، هنشوفها في اخر الفيديو ده، موجوده معانا ما تقلقوش. من ضمن الحاجات اللي عندي المهمه هنا برضو زي ما انتم شايفين حاجات ياما قوي تمام، منها الكوكيز، منها اليو ار ال، حاجات ياما قوي قوي يعني. شايفين قد ايه يا جماعه؟ اليوتيوب، لو انا سامح في المكان عندي يوتيوب، عندي سيف ولا لا، البروكسي من ضمن الكلام ان هو باي باس بروكسي ولا لا. لو اكسس وبلوك اكسس يو ار ال معينه، انا اقدر من هنا اقفل يو ار ال معينه، شايفين يا جماعه؟ يعني مثلا همنعه من يدخل يوتيوب دوت كوم. طب افرض هو جاي له اللينك، هيبقى مش يوتيوب دوت كوم، هيبقى كذا دوت يوتيوب دوت كوم، فهنحط استريك دوت يوتيوب دوت كوم مثلا، وهكذا. تقدر تضيف هنا كل السايت اللي انت مش عايزه يفتحها، او العكس انك تقول له الاو لكذا، فهو ده بس اللي مسموح له. وهكذا عيش حياتك مع الكونفيجريشن بتاعتك زي ما انت عايز. ومنساش ان عندي جوجل كروم وعندي الديفولت، كل شغلنا على جوجل كروم. دلوقتي هنخش على حاجه الغلسه بقى بتاعتنا شويه ومحتاجينها في الشغل دايما، ان انا اتعامل مع البوك مارك، احط بوك مارك لليوزر اللي عندي.
تمام، المواقع اللي هو بيحب او اللي هو دايما محتاجينها في الشغل بتاعنا. دي اسمها مانج ذا بوك مارك زي ما انتم شايفين. طبعا بصوا هتلاقوا هنا في الهيلب بتاعها هتيك اليو ار ال كده، لو دخلت عليه هيديك التيم ازاي بتعمله. كل اللي هعمله انا ان انا هاخد كوبي وبيست. بصوا كده يا جماعه، هديك اول سكيما، الشكل بتاعه، الشكل بتاعه بالمنظر ده. بتحط اسم البوك مارك تمام، وبتحط يو ار ال وبتدي له نيم اليو ار ال ده. يعني مثلا هقول له موسلي اكاديمي دبليو دوت موسلي اكاديمي دوت كوم، وهسميها موسلي اكاديمي مثلا. طب البوك مارك ده نفسه هتسميه ايه؟ هكتب الاسم اللي انا عايزه. هي بصوا يا جماعه ده الشكل بتاعها تمام. طيب هو بقى سهل عليا اكتر، هعطيه مثال شايفينه. انت برضو سهل على نفسك، خد كوبي من المثال ده وعدل فيه عندك عشان تبقى العمليه اسهل. هاخد على ملف تكست كده عادي، احطه بيست بيست اهي. بص اهي، انت التوب ليفل نيم بتاعك البوك مارك نفسه هتسميه ايه تمام، انت عدل فيه زي ما انت عايز. اهي بوك مارك فولدر سميته انا، شلت المانجد. هو عطيني مساعي على جوجل دوت كوم، انا هكتب السايت اللي انا عايزه مثلا موسلي اكاديمي دوت كوم. وتلاحظوا الفاصل بكومه، شايفين يا جماعه، وعلامات الاقواس دي مهمه تمام. وخلي بالي من هنا الاسم هتدوره ايه، هقول له مثلا موسلي اكاديمي. اخلي بالي من حاجه، ان هو هنا في الملف التكست ده عامل انتر، انا ما ينفعش الانتر دي، فلازم يبقى لاين واحد. فهبدا اشيل المسافات دي، اشيل الانترات دي. فطبعا تقدر تضيف بقى بدل يوتيوب المواقع بتاعتك، وتضيف كذا كل اللي انت عايزه تمام. هتلاقي ان انت وانت بتكتب الملف التكست بتاعك عمال يوسع وكده، فانت مش شايف، فعملت راب من زي ما احنا شفنا كده من الفورمات، بحيث العمليه تبقى اسهل شويه. هخلص كده بعد ما ضفت المواقع بتاعتي وعدلت فيها، هروح داخل واخدها كوبي وبيست بعد ما اشيل كل الانترات ملهاش لازمه. اخدتها كوبي، اجي هنا اهو في المانجد بوك مارك احطها ايه بيست، واتاكد ان انا اللي وصل لغايه الاخر اهي، الاخر قوسين موجودين عندي هنا وموجودين عندي في البوك مارك مانجد، يبقى انا كده ايه واخد الكوبي وبيست صح. اوكي، يبقى انا كده ظبطت البوك مارك بتاع اليوزر اللي هتظهر عنده. طبعا دي من ضمن الحاجات الغلسه انها بتتكتب بس كانها ايه، كانها كود عندك يعني لاين بيتكتب. طبعا مش عايز ملف التكست ده كده خلاص. انا كده عدلت في جروب بوليسي بتاعتي، ناقص بس ايه اخش اطبقها على الاويو اللي فيها اليوزر هتطبق عليهم دي. هقول له لينك اكزيستنج، اختار الجروب بوليسي بتاعتي، وما انساش اعمل انفورسد عشان لو في جروب بوليسي ثانيه متناقضه معاها او حاجه تبقى دي اوفر رايت عليها. شكرا على وقتكم.